والشمس تجري لمستقر لها، والشمس تجري لمستقر لها، لمستقر لها من حيث المكان ومن حيث الزمان، لمستقر لها بمعنى أنها كما جاء في حديث أبي ذر في الصحيح من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أتدري أين تذهب هذه الشمس يا أبا ذر؟ فقال: لا يا رسول الله. فقال: إنها تذهب حتى تسجد تحت العرش، تحت العرش يعني مما يلي جانب الأرض، وهذا سجودها، ولا يدل على أنها تقف، لأن سجودها قد يحصل من غير أن تقف. ولذلك ماذا قال الله عز وجل: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر دائبين، يعني مستمرين. ولذلك في قراءة ابن مسعود وابن عباس: والشمس تجري لا مستقر لها، يعني أنها مستمرة في ماذا؟ في الجريان. والشمس تجري لمستقر لها، هذا من حيث المكان، من أنها تجري إلى أقصى ما قدره الله عز وجل، وكل في فلك يسبحون. ومن حيث الزمان أيضا تجري إلى أن تقف، متى؟ في يوم القيامة، إذا انتهت الدنيا فإن الشمس والقمر يكوران في النار، كما ثبت بذلك الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم.